وصفها العرب بالساحرة والمشعوذة، وقالوا عنها المرأة التي لم يأتي بمثلها الزمان. أوقفت الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا وهزمت جيش الأمويين بقيادة حسان بن النعمان، امرأة أمازيغية جمعت بين اليهودية وعبادة الأوثان والجمال والدهاء والشجاعة والبأس. حاكمت شمال إفريقيا وهي الأراضي التي تعرف اليوم بالمغرب والجزائر تحت راية الحرية والدفاع عن الأرض، لتصبح رمزا من رموز التضحية والوطنية ويخلد اسمها من بين أعظم النساء في التاريخ، الأسطورة الأمازيغية ديهيا. إليكم حكايتها، لكن وقبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. ديهيا أو تيهيا بنت ماتيه بنت تيفان ولدت عام 585 للميلاد في ماسكولا، والتي هي مدينة خنشلة الواقعة بجبال الأوراس في شرق شمال الجزائر. يعود أصلها إلى قبيلة جراوة، إحدى قبائل البربر التي كانت تسكن شمال إفريقيا. تلقت تعليما وتكوينا خاصا بالقادة والزعماء سواء ثقافيا أو عسكريا، بينما النساء في ذلك الوقت كن لا يخرجن من الخيام، كاسرة كل العادات والتقاليد والأعراف في ذلك الزمان. كان والدها ثيبات بن تيفان زعيم القبيلة يعمل على تربيتها لتكون زعيمة تخلفه في الحكم، وبالفعل بسعيه ذاك حصلت على شخصيتها القوية الفذة، وكانت امرأة جذابة وذات كاريزما وفطنة، مما أكسبها بعد النظر والقدرة على التكهن والتنبؤ بأحوال قومها. ذلك جعلها تتقلد كرسي الحكم بعد وفاة والدها وخلافته في زعامة القبيلة، لتشتهر بلقب الملكة الكاهنة عند العرب. من هنا كانت خطوتها الأولى نحو حكم القبائل الأمازيغية في الشمال الإفريقي، في الوقت الذي كانت فيه هذه القبائل المتناثرة تتحارب وتتقاتل فيما بينها، ولم تعرف الاستقرار والهدوء، إلى أن جاءت ديهيا ووحدت جميع قبائل البربر حولها، بعد أن أثبتت كفاءتها وحكمتها في قيادة قبيلتها. ذلك مكنها من تولي مقاليد السلطة والزعامة لقبائل الأوراس، وتنصيب نفسها ملكة لمنطقة جبال الأوراس. عقيدة الملكة الأمازيغية. تختلف الروايات والآراء حول ديانة الملكة ديهيا لدى المؤرخين والكتاب سواء العرب أو غيرهم، فالمؤرخ الإسرائيلي المشهور شلومو ساند اعتبرها يهودية لكون قبيلتها جراوة من عرق إسرائيلي، إذ إن الكهنة اليهود رحلوا إلى بلاد النيل في زمن حكم يوشع ثم انتقلوا إلى ليبيا ثم جبال الأوراس، ونسبها إلى عائلة الرهبان رغم أن التقاليد اليهودية لا تسمح للمرأة بأن تصبح كاهنة، لكنه عزى ذلك للتأثير الكنعاني آنذاك الذي كان مسيطرا في القبيلة. وفي هذا الخصوص ذكر المؤرخ العربي الشهير ابن خلدون أن بعض البربر الذين يسكنون شمال إفريقيا أغلبهم كانوا من اليهود، كما اعتبر أن أصلهم هو مزيج بين الفينيقيين والكنعانيين الذي ينحدر جزء منهم من مملكة حمير اليمنية التي كانت قائمة من عام 110 قبل الميلاد إلى 527 للميلاد. في المقابل الآخر من الكتاب والمؤرخين حيث يعتقدون أنها وثنية، لأن الديانة اليهودية في حينها كانت مرتبطة بالتجار اليهود في المدن الرومانية، عدا عن التشدد والتضييق الذي كان مفروضا على المعابد اليهودية. وحسب قولهم أيضا إن الملكة ديهيا كانت تعبد صنما خشبيا، حيث كانت تضعه على الجمل وتأخذه معها إلى كل معركة، وتقوم ببعض الطقوس قبل بدء القتال كالرقص حوله وتبخيره، إذ اعتقد المؤرخون أن هذا التمثال ربما يكون أحد أرباب الأمازيغ. ديهيا والتربع على عرش إفريقيا. كانت شمال إفريقيا عبارة عن قبائل، وكان يحكمها ملك يدعى إكسيل أو كسيلا، حيث بعد علمه بزحف المسلمين بقيادة قيس بن البلوي للانتقام لمقتل عقبة بن نافع، جهز جيشا من البربر الأمازيغ لصد جيش المسلمين، والتقى الطرفان في منطقة القيروان في تونس، حيث هزم البربر وقتل ملكهم كسيلا في معركة أفنت رجالهم وفرسانهم، فانسحبوا ولجأوا إلى حصونهم وقلاعهم،
وهنا بدأت إفريقيا تشتعل ناراً وتتشتت قبائلها، ويتعدد حكامها وزعماؤها، ويتقطع أمر البربر بينهم. هنا لم تجد القبائل أفضل من زعيمة قبيلة جراوة وحاكمة الأوراس ديهيا لخلافة الملك كيسيلا في حكم القبائل الأمازيغية. وفعلا وبفضل ما تمتلكه من قوة وحكمة استطاعت أن تصبح ملكة للأمازيغ في شمال إفريقيا وهي بعمر 95. وبحسب المؤرخين تم تنصيب ديهيا حاكمة للبربر، ذلك من خلال التصويت في مجلس القبائل وفقا للتقاليد والعادات الأمازيغية القديمة. بعد ذلك عملت على توحيد قبائل الأمازيغ تحت رايتها وتوسيع نفوذ مملكتها لتشمل كل من المغرب وليبيا والجزائر وتونس، جاعلة من مدينة خاشلة الجزائرية في جبال الأوراس عاصمة لمملكتها الجديدة. الملكة المقاتلة وحربها مع المسلمين. عرف عن ديهيا ذكاؤها ودهاؤها في أمور الحرب والقتال، إذ قادت حملات عدة ضد الرومان في أواخر القرن السادس الميلادي، حيث كانوا يحتلون أجزاء كبيرة من أراضي البربر، وبالفعل نجحت في هزيمتهم في عدة معارك وتكبيدهم خسائر فادحة وطردهم خارج حدود مملكتها واستعادة المناطق التي كانوا يحتلونها. لم يكن الرومان العدو الوحيد لديهيا، بل كان المسلمون أيضا كذلك، فهم تجرعوا من كأس الهزيمة على يد ملكة الأمازيغ، حيث وبسبب شراستها وقوتها تأجل دخول الإسلام والفتح الإسلامي إلى شمال إفريقيا، وصمدت أمام جيوش المسلمين بكل شجاعة، وأذاقتهم الويلات أيضاً، وما ساعدها على ذلك التفاف أغلب قبائل البربر حولها، حيث خاضت معركتين كبيرتين ضد الأمويين بقيادة حسان بن النعمان. ففي المعركة الأولى واجهت القائدة الأمازيغية زحف جيوش الأمويين الجرارة بالرعاة والمحاربين قليل الخبرة في الحروب والقتال، ورغم ذلك استطاعت الملكة الانتصار على جيش حسان بن النعمان في معركة دارت رحاها بنواحي برقة في طرابلس، وسميت آنذاك بمعركة الجمال. لم تكتفي بهزيمتهم وأسر عدد كبير من جنودهم فقط، بل طاردتهم حتى طردتهم من كل إفريقيا، أي تونس حاليا. بعد 5 سنوات من هذه الهزيمة عادت الجيوش الإسلامية إلى المنطقة واصطدموا مرة أخرى بجيش الملكة ديهيا. وعندما عرفت الملكة ديهيا بزحف المسلمين باتجاه مملكتها وإدراكها أنها لن تستطيع الصمود أمامهم هذه المرة، قررت اتباع استراتيجية الأرض المحروقة، حيث أمرت بهدم الحصون وحرق المحاصيل وقطع الأشجار من طرابلس إلى طنجة، لأنها ترى العرب طامعين بخيرات وثروات شعبها. ذلك أثار غضب الأمازيغ الأفارقة، إذ اعتقدوا بأن ملكتهم أصيبت بالجنون، ليستغل الأمويون ضعف جيشها. وبعد مواجهة شرسة انتصر حسان بن النعمان وهزم الملكة ديهيا وقتلها في معركة سميت ببئر الكاهنة عام 74 للهجرة. هنا دخل الإسلام شمال إفريقيا، وفي عمر 127 عاما انتهت حياة ديهيا التي أمضت 35 منها في حكم الأمازيغ وشمال إفريقيا.